أني نجوت من حريق كلش كلش صعب الصراحة، كان بيتي كله راح ينحرق. شوفوا طبعا جت لي ساحقة من السماء من كانت الدنيا مطر، بس أني هسه كل الجوعان، خلي أخذ لي هسه الدروع مالتي الأيرون ورا شنو أخذ لي الأكل. لا قبل لا أكل كلب مالتي حميد جوعان، ها كلوب خلاص أكل أكل كلوب أكل خلاص وكلنا كلب حميد. أوكي خلي يجي ويانا لأي مكان، أوكي يعني خلي يبقى يجي ويانا. أوكي هاي حميد حماي اي اجا اجا حلو حلو حلو، هسه اجا دورنا احنا حتى ناكل شوي. اوكي اذا تلاحظون عندي بوت دايموند، والله العظيم ما ادري من وين اجالي هذا البوت الدايموند، بس والله الضار بي كلش كلش رهيب هذا البوت الدايموند. شوفوا الشكل مالته ما احلى، والله الصراحه فتشي من اروع ما يكون. طيب اني هسه لازم اعدل بيتي لان بيتي كله كان راح يروح بيها بالحريق اللي صار البارحه، بس هم زين اني يعني نجوت وعدت على خير. اوكي طيب هذا بيتي كله ان شاء الله راح اعدله بهاي الطريقه. اوكي طبعا بيتي والله حرامات كان راح يخرب، الحمد لله وشكر نجوت من هذا الحريق اللعين. يلا ماكو مشكله، احنا هسه لازم نعدل كل البيت. هو الصراحه مو معدل مو مرتب، بس احنا راح نرتبه، ما عليكم ما عليكم شباب. اوكي هذول كله راح نعدلهم، اكو بلوكات مكانهم غلط او يعني الشكل مالتهم غلط، مثلا هاي جاي تشوفونها لازم كلها تكون كذا، بس هاي لا هاي لازم تكون نفس ذيك شباب، دقيقة لازم تكون كذا. اوكي بهاي الطريقة شباب صار عندنا البيت معدل اوكي او مرتب، فخلي نكمل نعدل البيت مالتنا الاسطوري وبالتالي يكون عندنا بيت اسطوري. تمام خلاص هسه كملنا. هاي يا ولد، هاي يا ولد، من جاي حاجيني؟ والله من جاي حاجيني؟ هاي انت اني جاي حاجيك، اني شو جاي حاجيك؟ ها شنو تريد؟ شنو تريد من عندي؟ شنو تريد؟ طبعا اني هسه التعابر من هنا ولقيت الكلب مالتك يصيح ولقيت انه انت جاي تبني بيتك، هذا بيتك مو؟ اي هذا بيتي هذا بيتي وهذا الكلب مالتي احمي، تعال كلبي كلب مالتي تعال 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 تعال. والله الصراحه الكلب مالتك الضار بي كلش كلش يخبل، كلش حلو الكلب مالتك، يا ريت اني يكون عندي كلب زيك انت، بس ليش ما جاي يتبعك؟ يا هسه احمي تعال احمي تعال تعال راح اجيبه بالاكل، تعال احمي حميد 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 تعال تعال. ليش ما يريد يجي حميد؟ والله ما ادري، خلاص حميد صار يكرهني شباب، حميد صار يكرهني، تعال حميد تعال معي تعال. هاي اي هسه صار يجي وياي. اوه ما شاء الله والله دا يتبعك دا يجي وراك، يا ريت انا يكون عندي كلب مثلك انت، والله الصراحه الكلب مالتك كلش زين وانت فنان بالبناء مال البيوت. اي بس انا اللي جاي لحظه انت عندك شيء غريب هنا بالتلفزيون مالتك. اي تعال شوف تعال 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 شوف تعال شوف شنو عندي. طبعا انا عندي كهف صغير مال ذهب وكهف متوسط مال دايموند وكهف عملاق مال ايميرالد، انا هذول للبيع. اوكي خلاص انا تعبت اريد انا باجي ارجع لي. اوكي والله ما ادري شنو قصة هذا الشخص يا شباب يا بنات. طيب هسه خلينا نرجع لنا. اوكي تعال الكلب ماتي، طبعا الكلب حرام انه يدخل جو البيت، يعني تعرفون الملائكة تفلت وما ادري شنو، فلازم الكلب ينام برا. اوكي خلاص راح اسوي له بيت صغيرون حتى ما يبرد، يعني الصراحة الدنيا كلش كلش برد، خلي يبقى هنا الكلب ماتي حميد الاسطوري. اوكي هسه راح اسد الباب اروح انام احسن لي، وان شاء الله باكر الصبح نشوف شنو سالفة ذاك الشخص الغريب، خلي ننام اول مرة احنا. اوكي اي صباح الخير واخيرا الصبح. اوكي ما عندي اكل شباب، لا ما عندي اكل، هسه شلون راح ياكل الكلب مالتي حميد؟ وانا شلون راح اكل؟ والله ما ادري. طيب خلينا نروح ندور لنا على اكل، نشوف بهاي البحيره اكو سمكات شي، او شنو رايكم احنا نسوي صناره ونصطاد لنا شوية سمكات شباب؟ دقيقه دقيقه انا عندي صندوق سري اعتقد اعتقد ب شو اسمه، شنو اكو زومبي هنا، اكو زومبي جاي يسوي زومبي، موت زومبي موت 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 الزومبي الودع، بس هذا خوف يقتلونه. اي ارجوك احميني عمو ارجوك. لا اني شلون اقدر احميك؟ خلاص اذا متت متت، شو لي علاقه بيك؟ اذا اني اموت بعد اني ما اقدر انطيك هذا الكهوف اللي انت عاجبنك. اوكي؟ منو قال لك عاجبني الكهوف؟ انا ما اريد كهوف، شو لك علاقه؟ طبعا جوك الكهف راح تلاقي موارد وشغلات رهيبه، يعني بكل اختصار راح تصير كلش كلش غني. يعني اني اذا راح اختار او اذا راح اخذ لي كهف من هذول الكهوف الثلاثه يعني من صدق تحكي اني راح اصير غني؟ اي اي فوق كذا جوا كل كهف راح تلاقي صناديق متروسه به الموارد. اي والله صدق، يعني شكو موجود بهذا الكهف الصغيروني مال الذهب؟ موجود ذهب. وشكو موجود داخل هذا
الكهف المتوسط مال الدايموند. موجود دايموند. شنو موجود داخل هذا الكهف العملاق مال الإيميرالد؟ موجود وايد ستاكات بلوكات إيميرالد بكل اختصار. والله الصراحة أنا كلش عشق الإيميرالد لأن ودي أسوي لي دروع إيميرالد، والله الصراحة فتشي رهيب. أي تقدر تسوي أي شيء أنت تريده، بس أهم شيء لازم أنت تشترينا أول مرة، أوكي؟ خلاص، بس شلون راح أقدر أشترينا هذول الثلاث شغلات؟ والله الصراحة يبي لك هواي فلوس. خلاص انقلع، ما عندي فلوس. طيب شباب خلينا نروح نفطر. لازم نشوف لنا صنارة شباب حرفيا. هذا الحصان مال مينو شباب؟ والله حصان يخبل. هاي تعال حصان، تعال تعال، شلون راح اوخر هذا؟ تعال 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 تعال. اوكي ركبنا فوق الحصان. اوكي خلاص الحصان صار الي. اوه ماي جاد، شوف القفصة مالته تخبل. اوه ماي جاد رهيب. هاي شنو هاي شنو؟ من وين جايب لك هذا الحصان؟ شلك علاقة بيه؟ من وين جايبه؟ انت شلك علاقة بيه يا الزلم؟ والله الصراحة هذا الحصان ذهبي يخبل، أول مرة أشوف لي حصان زي كذا، والله أتمنى إنه أنا يكون عندي حصان مثل هذا. خلاص إن شاء الله إن شاء الله راح يجيك حصان أحسن من هذا. طيب هذا الحصان راح أحطه شو اسمه؟ أحطه يم تشلب حميد. خلاص هذا الحصان إن شاء الله راح يبقى هنا. ها شنو؟ لا لا حصان حصان ما تفلت ما تفلت. شباب خلاص راح أخليه فوق شنو؟ فوق الصدر حتى ما يفلت، أوكي؟ خلاص راح يبقى هنا هذا. شنو؟ راح ينزل؟ راح ينزل هذا الحصان؟ لا مستحيل. هاي هاي حصان شنو شنو شباب؟ شو وقت الأحصنة شو اسمه تسوي كذا؟ والله ما أدري، أول مرة أشوف لي حصان زي كذا. يعني أنا لازم أسوي له مكان يكون مرتب ويكون بي هذا الحصان حتى ما يفلت. راح يكون بالماي، إيه راح أعاقبه، راح يكون بالماي شباب هذا الحصان الغبي، على مود شنو؟ على مود بعد ما يطلع نهائيا. أوكي راح أسوي له هيجي على السريع مكان بماي حتى يبقى يتغسل وما أدري شنو، ونفس الوقت راح يكون إلي ومن أني أحتاج له أروح له. أوكي تعال حصان يا الزلم، تعال. اح اح راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت. هاي حصان وخر شوي، الله يعطيك العافيه. وخر وخر وخر. اي هسه تمام، هسه راح نجيبه ونخلي بهذه الحفره. اي بعد احسن بعد ما تقدر تطلع. والله انا مسكين شباب هذا الحصان. لا 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 شباب لازم تسد علي هذه، لازم تسد علي هذه حتى ما يطلع. طيب نسوي هنا يعني شلون الدرج حتى نقدر نصعد له. اوكي هاي الدرج غلط، لازم تكون نفس هاي بالضبط حتى يكون شكل رهيب. هسه الحصان مالتنا راح اسميه جويسم، وهذا تشلبح ميت وخلينا ناكل. اوكي طيب الحصان شنو ياكل شباب؟ اعتقد ياكل ويت او شو اسمه شباب، اقصد سكر، فخليه اجيب له حل له قصه بسكري، بالتالي يكون عندنا سكر. بعد اكو قصبايه سكريه هنا، بس انا اكو شو اسمه هذا الزومبي لازم نقتله هنا. موت زومبي، موت 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 موت. اوه عنده مسدس هذا الزومبي يلعن خيره. طيب اكو هنا بعد شوجر كين. طيب ماكو بعد بهذا المكان شوجر كين؟ ما 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 ما, ما, ما اعتقد اذا بعد موجود او لا. فكلنا راح نحلل لنا سكر، اوكي، وبالتالي يصير عندنا اكل الحصان مالتنا الاسطوري. تمام طيب 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 حلو. شنو نسوي؟ نزرع لنا ثلاث حبات. تمام خلينا نزرعهن هنا يم هذا الحصان على مود يعني تعرفون الاحصنه يحبون هواي السكر، فاحنا راح نعطيه السكر. تمام خلينا نجيب السكر. يلا اكل 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 اكل. شنو ما ياكل؟ اكل. شنو شباب الحصان ما ياكل سكر؟ ياكل جزر، ياكل جولدن جزر. والله نسيت، والله حسبالي ياكل السكر اني. طيب خلاص اسحب عليه، خلاص عوفه كذا، بس انا هسه بدي اجوع كلش هواي. طيب هسه اشوفكم المكان السري اللي راح ناخذ احنا من عده. هاي صناره، طبعا انا مخبي صناره جوا هاي البلوك الاسطوريه. اوكي اوكي خلينا نفلش النهايه بالشفل. اوكي مثل ما تشوفون هذا الصندوق اللي بيه الصناره، وهسه راح ارجع هاي الدرتايه لهنا ناكل لنا خبزايه، لان الصراحه خلاص حرفيا خلاص يا شباب الاكل مالتنا، يعني احنا راح نجوع بالمستقبل اكيد، فلازم يكون عندنا شنو احنا هسه يكون عندنا شوي سمك او شوي شو اسمه. دقيقه شباب خلينا نصعد شوي. دقيقه هذا المكان كلش مناسب انه احنا نصطاد بيه. اوكي ثواني نصعد لنا بعد شوي، نروح لنا هيجي وبهاي الطريقه نقدر احنا نصطاد على راحتنا. اوكي نشمر الصناره ونصطاد لنا ثلاث اربع سمكايات، ورا شنو ورا نروح نطبخين على مود ناكلين. يلا الصراحه ما عاد عندي اكل حرفيا، ماكو اكل هاي عندنا. يلا هسه ننتظر شويتين لين ما تجي سمكه سمكه سمكه. يا الله تجيني سمكايه. اي اجت اجت اجت. يلا خلينا ناخذها. الله علينا اجت لنا سمكايه. اوكي يحتاج لنا بعد حبتين او ثلاث سمكايات. اوكي ناخذ لنا حبتين او ثلاثه، وراها شنو؟ وراها تكون عندنا اكل اكل حلو. اوكي وشباب تشلب ياكل سمك؟ تتوقعون تشلب ياكل سمك او ما ياكل؟ خلينا نجرب نطبخ له وحده ونعطيه اياها. يلا هسه خلينا ننتظر لين ما شو اسمه لين ما تجي لنا سمكه. اجت اجت اجت. هاي هاي هاي. اوكي سمكايه ثانيه. اوكي راح ناخذ اخر وحده، بتكون عندنا بالتالي ثلاث حبات سمكايات، وبهاي الطريقه راح ما نجوع نهائيا. اوكي
طيب هسه خلينا ننتظر شويتين لين ما تجينا بعد سمكاية. اوكي خلينا ننتظر. يلا 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 بليز 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 يلا سريع سريع سريع. اوكي 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 اعتقد راح تجي هسه. اوكي لان الصراحه الصناره صار لها هواي وقت. اوكي خلينا ننتظر بعد ما صار شيء. اي اجت اجت. الله علينا سمكاية حمراء هاي المره. شي يعني شنو البحر غير التستون واني ما ادري والله ما ادري شنو السالفه. يلا يلا هسه لازم اجيب لي بعد سمكاية ثالثه. اوكي لان الصراحه راح نجوع. اوكي طيب ننتظر لنا شوي وقت وان شاء الله ان شاء الله يا شباب راح تجينا سمكاية ثالثه. شنو التستون بالبحر؟ ايش طلعت هاي شباب؟ تستوعب البحر يريد يسوي انفجار البحر. الله ما ادري شنو السالفه او هاي البحيره مو بحر هذه بحيره صغيرونه. فيلا ننتظر شوي لين ما تجينا السمكاية اللي بعدها ويا رب يا رب تطلع سمكاية كبيره. ايه تخيلوا شباب نصطاد قرش. والله ما ادري كل شيء يجوز. اي سمكاية حمراء هاي المره كلش كلش تمام. والله هذا حلو بيت. والله يا ريت يكون عندي بيت زي كذا شباب. خلينا ندخله بركه نشتريه نبيع البيت مالتنا ونشتري هذا البيت لان هذا على البحر. والله البيت يخبل بس بعد ناقصه شوي تعديلات يعني اذا نشتريه. او قدام بيتي هو. او حلو والله ما كنت تتوقع. لا هذا بيتي مو او ما كلهم نفس الشيء. المشكله المصيبه كلهم نفس الشيء. لا هذا مو بيتي هذا غير بيت. او ماي جاد شباب. طيب انا بيتي وين؟ والله حتى نسيت حتى نسيت البيت مات. اي هنا بيتي وراها هاي. او ماي جاد والله بيوت كلش اسطوريه بين اطلال على البحر شباب حرفيا فشي من اروع ما يكون. اوكي بيتي من هذا الاتجاه. والله حسبالي ذاك بيتي شباب والله تلخبطت. اوكي طيب خلي اروح على هذا عمو قل شلونك. هاي عمو اهلا وسهلا شلونك. يلا 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 يلا, يلا. انت هسه شو وقت راح تطلع من ناني؟ طبعا اني اطلع من ناني لين ما ابيع هذول الكهوف العملاقه والمتوسطه والصغيره. طيب خلاص انا راح اشتريهم من عندك. اوكي والله صدق راح اشتريهم من عندي. اي راح اشتريهم من عندك. بس الصراحه كلش غاليات هذول الكهوف. شلون غاليات يعني كم سعرهن؟ والله الصراحة ارجع لي باكر الصبح راح اقول لك السعر. اوكي خلاص يلا ماكو مشكلة. انا هسه خليني اروح انا. والله مسكين هذا عمو صار له قرن هو هنا واقف بهذا المكان يريد ينتظر احد يشتري من عنده هذول الكهوف. يلا ماكو مشكلة احنا هسه خليني اروح انا وباكر الصبح نشترينا كاف من هذول الكهوف. اوكي لا تصبحون على مليون خير. اي صباح الخير. او جوعان جوعان جوعان. خلينا نطبخ لنا هاي السمكاية ونطبخ لنا هذول السمكايات. تتوقعون شباب الكلب مالتي حمايد ياكل سمك او لا؟ خلي نجرب. اوكي راح نعطي هاي السمكه الحمراء الغاليه السلمون شباب. هاي سمكه السلمون. طيب نجرب نعطي لحمايه بلكي ياكلها. لا ما ياكل لحم طلع شباب. انا ايش فيني الكلب ياكل عظمه بس ما ياكل سمك. ايش فيني يعني بس انا ياكل السمك. اوكي ناكل لنا هاي لحمه السلمون او خلي يزيد الجوع مالتنا اكثر. كل ما يزيد الجوع مالتنا اكثر كل ما احسن. اوكي طيب هسه خلينا نرجع لعمو ونقول له اوكي خلينا ناكل لنا هسه ايش الوقت المناسب ناكل لنا هاي السمكايه. او ماي جاد فول نسبه الجوع مالتنا. اهلا وسهلا صباح الخير شلونك. يلا جيت حتى تشتري هذا الكهف مو؟ اي جيت الصراحه. طيب هسه بس قل لي كم سعر هذا الكهف؟ طبعا سعره هو بكل اختصار دقيقه خلي افكر دايموند سعره تقريبا خلي افكر شوي. خلاص بلاش. شنو راح تبيع لي ببلاش؟ شلون ببلاش؟ يعني مو بلاش بلاش. طيب شلون يعني؟ طبعا بهذا الصندوق الذهبي اللي يمي عندي كميه كلش كبيره مال بلوكات ذهب. اوكي طيب شنو فائده الذهبايات؟ شو اللي علاقه بين شنو لازم اسوي بهذا الذهبايات؟ طبعا اللي اريده من عندك انا جاي ابوع على بيتك والصراحه بيتك كلش كلش رهيب عجبني بشكل مو طبيعي. فاللي اريده من عندك انه انت تسوي لي بيت نفس هذا البيت بس راح يكون من ذهب. اوكي بهذا المكان راح اصير جارك. اوكي خلاص عمو خلاص. او بس هذا دايموند مو ذهب. اي اقصد دايموند انا تلخبطت حسبالي ذهب. دايموند يعني انت غني؟ اي يعني غني 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 كل شوي غني هواي يعني. والله الله يزيدك ما شاء الله عليك. ماكو مشكله راح اسوي لك نفس هذا البيت اللي عندي. طيب شباب هذا الشخص يريد نفس البيت اللي عندي. اوكي لازم 1 2 1 2 3 4 1 2. اوكي اوكي خلاص راح اجتهد. اوكي تمام راح اسوي له 1 2 ابتعد 1 2 3 4 1 2 1 2 3. اوكي 1 2 3 نقول من هذا. دقيقة شباب لازم نفكر لان الصراحة البيت ماتي كلش صعب مو اي واحد يقدر يسويه. اي بس الناس المحترفة تقدر تسوي البيت ماتي. 1 2 3 4 اوكي من هنا 1 2 3 4 خلينا هاي 1 2 3 4 خلينا هاي البلوكتين تمام 1 2 3 4 خلينا هاي 1 2 3 4 خلينا هاي وبالتالي يصير عندنا بيت يخبل. اوكي طيب شباب هسه عبالكم خلصنا؟ لا 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 هسه بدا الشغل. طيب هسه اول مره لازم تكون الارضيه متكامله. اوكي على مود نسوينا بيت مال شنو؟ بيت مال دايموند نفس اللي عندي بس اللي عندي مال خشب شباب. اوكي فبهاي الطريقه يا شباب
راح نكمل البيت الاسطوري. اوكي اوه والله عجبني البيت الصراحه، الصراحه الفكره مالته كلش كلش حلوه، والله عجبني بشكل مو طبيعي. يلا يلا كمل اشتغل عليه على مود اني انطيك هذا الكهف مال الاميرات او الدايمت او انت اي واحد تختاره. اي خلاص عمو، خلاص راح اشتغل بكل جهدي، راح اجتهد. اوكي طيب شباب، خلينا ناخذنا شوي خشبايات لان الصراحه يبينا درج. اوكي راح نسوي لنا درج بهاي الطريقه، راح يكون المدخل مال شو اسمه من هذا المكان، المدخل مال البيت الاسطوري بهذا المكان. اوكي تمام التمام، نكمل بعد نبني. اوكي يحتاج لنا بعد زياده، شباب خشبايات او درج. اوكي فمسوينا بعد درج اكثر، كل ما يكون عندنا اكثر كل ما احسن. طيب هسه نروح نكمل الدرج اللي موجود هنا بهذا المكان، وبهاي الطريقه يصير عندنا هذا المكان مال الباب ان شاء الله. اوكي كل شيء راح يكون مرتب، كل شيء راح يكون محسوب لحساب. اوكي نرجع للكرافتنج تيبل مره ثانيه، نحل لنا كميه لا باس بها من الخشبايات، سوينا باب، وبهاي الطريقه تكون هذا المدخل مال البيت الاسطوري. اوكي الصراحه كلش رهيب، كلش عجبني بشكل مو طبيعي يا اخي. اي هسه بعد ما خلصنا، بعد اكو كم شغله لازم اني اسويها ما عليك. اوكي هذا اللي راح يكون جوا، هسه خلي هذا كله انترسب بهاي الطريقه، وان شاء الله راح يكون عندنا بيت كلش اسطوري نفس اللي بيت اللي عندي. اوكي بس هذا احسن لان هذا من دايمود شباب، يعني شكو شيء بدايمود يكون احسن وافضل واغلى. اوكي فماكو مشكله نكمل هذا كله انترسه دايمود بهاي الطريقه. حلو 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 اوكي حلو تمام. باقي شنو؟ باقي هسه يا شباب انه احنا نسوينا نفس الحركه مال بيتي. اوكي هسه اقول لكم شلون هاي الحركه راح تكون بهاي الطريقه، اللي هو شنو شباب، يعني مثلا شباب يعني شلون اقول لكم، بلكونه هاي تعتبر. اوكي هاي تعتبر البلكونه شباب، راح تكون بهذا الاتجاه او بهذا الشكل شباب. البلكونه كل ما تكون بلكونه اكبر كل ما احسن، اني مسويها في بلوكتين وبس، هو راح اسوي لي اياف اكثر اعتقد، لان الصراحه هو الشخص هذا كلش غني فطبيعي. اوكي خلينا نشوف وين دقيقه شباب. اوكي واحد اثنين، اوكي سوينا على اثنين ماكو مشكله. طيب هسه نسد نحيي داير مداير هذا كله، نحيي داير مداير دايموند. اوه عمو ترى راح يخلص الدايموند. ما عليك انت كمل اشتغل، واذا خلص الدايموند راح اجيب لك بعد دايموند. اوكي خلاص ماكو مشكله، يلا شباب نكمل نشتغل على البيت مالتي بهاي الطريقه. اوكي وان شاء الله قربنا نخلص ما باقي شيء. اوكي تمام زي ما قلت لكم هاي البلكونه، بس يبينا فنسايات، يبينا فنسايات، ثواني اسوي لي فنسايات. هم زين عندي خشبايات لا نهائي شباب، ثواني دقيقه، احتاج لنا بعد نحل كل الخشبايات ماكو مشكله. اسوي لنا فنسايات، فنسايات شلون فنسين صنع، هيك احتاج لنا كميه لا باس بها، عندنا بعد نسوي لنا كميه اكثر، كل ما يكون عندنا فنسايات اكثر كل ما احسن. اوكي 24 فنسايه تعتبر كميه زينه، بس خلص هسه من عندنا الخشب يبي لي اروح واجيب لي خشب زياده. اوكي دقيقه يا شباب، خلي نروح نفتح الباب نجيب لنا خشبايات بعد اللي عندنا. تمام هسه صار عندنا خشبايات لا نهائي، اوكي كميه مال خشب لا نهائي. تمام هسه شنو نسوي؟ نسوي لنا بعد سكات زياده، نحل لنا كل هذه الخشبايات، نسوي لنا بعد سكات. اوكي تمام نسوي لنا هسه الباب مال الفنس. اوكي انا اعرف شلون اصنعه، فراح يكون حبتين هنا وحبتين هنا. اوكي تمام هسه صار عندنا الباب مال الفنس، وبالتالي يكون عندنا هذه هاي البلكونه موجوده بهذا المكان كلش اسطوريه. اوكي بهاي الطريقه راح تكون البلكونه مال شنو؟ مال هذا الشخص الغني الخرافي الاسطوري. اوكي طيب هسه اوه عجبتني حركه البلكونه، تخبل. اي بعد 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 اكو حركات لازم اني اسوي لك اياهن. اوكي يلا يا شباب وبنات، احنا هسه راح نخلص هذا البيت الاسطوري اللي خبل، وان شاء الله ان شاء الله راح يعجب هذا عمو بشكل مو طبيعي، حتى ينطينا الكهف الاسطوري مال الاميرات وراح نصير كلش اغنياء. بس عمو اكو سؤال عندي. يلا لا قول اسال عادي لا تستحي من عندي. ليش انت راح تبيع هذا شو اسمه الكهف الاميرالد؟ هذا الصراحه اعطاني اياه جدي، والصراحه اني شو لي علاقه به، شنو راح اسوي بهذا الكهف؟ فقلت خلاص راح اروح ابيعه ومقابل انه واحد يسوي لي بيت من دايمود، لان الصراحه اني ما اعرف ابني نهائيا، ما اعرف ابني، فمن انت لقيتك تعرف تبني فقلت اجيبك وانطيك هذا الكهف لانك تستحق كل خير. اوكي خلاص عمو شكرا لك، بس اهم شيء اني يبي لي بعد كميه دايمود لان خلصت الدايمود اللي عندي. يفتح الصندوق وراح تلاقي كل شيء انت تحتاجه. اوكي اوكي ماكو مشكله، نفتح الصندوق. ما شاء الله الدايمود هذول كلهم عندك، اوه ما شاء الله. اي وبعد عندي اكثر من هذا. والله عاشت ايدك، والله ظهرتك كلش غني، الله يزيدك. شكرا لك عمي، يلا كمل اشتغل كمل. يلا نكمل كل شيء شباب.
ان شاء الله راح يكون عندي عندنا هذا البيت مال هذا عمو اللي راح يعطينا الكهف الاسطوري الخرافي اللي خبل احسن من البيت اللي عندنا. اوكي ماكو مشكله، هسه راح نسوي بهاي الطريقه بيتي بطريقه مستطيله، اقصد مربعه، وهذا راح يكون بطريقه مستطيله. اوكي يلا اوكي ماكو مشكله، نكمل هذا نسوي بهاي الطريقه. اوكي كلش تمام، هذول كلهم خلينا نفلشهم او نوخرهم. تمام بعد نصعد لنا بلوكه زياده، بس انا كلش جوعان، جعت بشكل مو طبيعي يا شباب ويا بنات، لازم اني اكل. يلا يلا ماكو مشكله، اهم شيء احنا لازم نحصل ذاك الكهف الايميرالدي وراح نلاقي بيه اكل. عمو موجود باكل مو؟ كل شيء، اي شيء تحتاجه راح تلاقي موجود بذاك الكهف، اي شيء راح تقدر، اي شيء اي شيء انت تريده واي شيء تحتاجه راح تلاقي موجود بذاك الكهف. اي اي والله العظيم فتشي من اروع ما يكون يا شباب وبنات، والله العظيم انا كلش متحمس على مود اروح لذاك الكهف، حرفيا كلش متحمس يا شباب. اوكي نكمل نبني البلوكات الدايموند بهاي الطريقه، هسه نكمل نسد هذا كله بالدايموند الاسطوري. تمام تمام دقيقة، هسه نجي من هاي الصفحة ونكمل نحط لنا بعد دايموند أكثر. تمام خلصنا تقريبا البيت 70% إلى 80% كمل، باقي هسه الشبابيتش. أوكي الشبابيتش راح يكون شباتش من هذا المكان. أوكي بهاي الطريقة، بس يحتاج لنا قزاز، يحتاج لنا قزاز. مالك مالك أنا أجيب القزاز، سهل سهل، إيزي إيزي القزاز. أوكي فوالله عشت إيدك، والله الصراحة جاي أشوف بشكل كلش أسطوري بهذا شو اسمه بهذا البيت مات الجديد، حرفيا شكرا لك والله يعطيك الف عافيه، بس اول مره اريد ادخل اشوف انا عادي. اي 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 كمل كمل، تقدر تجي وتشوفها، تعال شوفها، تعال 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 تعال. ما شاء الله هذا هو بيتي الجديد، اي شكرا لك والله العظيم هذا شيء رهيب. طيب يلا هسه راح تنطيني الكهف او لا؟ اي اي هسه اول مره اسوي لك بروتش بليد. اوكي ماكو مشكله، اسوي لك بروتش بليد بهاي الطريقه. اوكي خلي بلوك الدايموند، خلي بلوك الدايموند وفوق البلوك الدايموند بروتش بليد. اوكي واحسب من واحد لخمسه واضغط عليه. اوكي 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 يلا 3 2 1. هي ليش ما صار شيء؟ لان ما حد ضغط لايك وما حد اشترك بالقناه وما حد فعل جرس الاشعارات وما وصل هذا الفيديو الى 10000 لايك، يعني اول ما يوصل هذا الفيديو 10000 لايك راح يشتغل عندك هذا البروتش بليد. اوه الله عليكم شباب بنات، ضغطوا لايك اشتركوا بالقناه فعلوا جرس الاشعارات حتى يشتغل عندنا هذا البروتش بليد. يلا سريع سريع كلكم سوونا، يلا 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 راني راح ابقى اضغط عليها لان ما انتم تسوون هذول الشغلات. اوكي هاي شنو؟ مع السلامه مع السلامه. هاي شنو؟ اوه ماي جاد شباب وصلت لهذا المكان العملاق، اوه ماي جاد هذا الكهف مال الذهب وهذا الكهف مال الدايموند، هذا الكهف مال الايميرالد اللي احنا اخترناه، وجواته صناديق رهيبه، بس شكو بالصندوق هذا؟ اوه ماي جاد بلوكات ايميرالد. اوكي خلي يسوي لنا احنا درج حتى نقدر نصعد بهذا المكان، انا ما نقدر نصعد احنا هسه. طيب طيب راح نسوي لنا درج بهاي الطريقه، ويلا هسه نصعد يا شباب. او ماي جاد نشوف اول صندوق شنو داخله. او ماي جاد شنو هاي؟ واي فلوس، واو.